عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها بامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، متفق على سيرته. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا بيضاء من الأرض يقصف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يقصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواق ومن ليس منهم؟ قال: يقصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نجاتهم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وعزة فرتم فاستروا. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم وسروا لا قطعتم واديا إلا كانوا معكم أو صوموا المرض. رواه المسلم. عن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله تعالى عنهم وهو أبوه وجده صحابيون قال: كان أبي يزيد أخرجنا نيرا يتصدق بها فوضع عند رجل في المسجد فجئت فأخذته فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت، فقاسمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت يا يزيد ولك ما خصت يا معن. رواه البخاري. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الدنيا مهجة الوداع من وجن اشتد بي، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد بلغت من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال لا يرثني إلا ابنة الدنيا، فأتصدق بثلث مالي. قال: لا. قلت: فشطر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا. قلت: فثلث يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك أن تنظر ورثتك غنياء خير من أن تنظرهم آلة يتكفف الناس، وإنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا وجدت عليها حتى ما تجعل في فيء أمراتك. قال: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخلف بعض أصحابي؟ قال: قائلا: إنك لن تخلف فتعمل أمرا تبتغي بها وجه الله إلا زرست بها درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويذر بك آخرون. اللهم أمضي لي أصحابي هجرة ولا تردوا ملاكابي، لكن البائس صعب قولا. رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم أمات بمكة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعبد الرحمن بن صخر قال: